شيخ حنفي. اهلا اهلا، ازيك يا عبد الغفور؟ ازيك ازيك انت مولانا؟ ازيك يا ابني؟ انت هنا وانا ما اعرفش. معلش يا عبد الغفور، شد حيلك يا ابني. مين اللي قالك؟ سيدي كله بعلمه ونعم بالله، ربنا اكرمك بنعمته يا عبد الغفور. الحمد لله. لكن ولادي يا مولانا. مالهم ولادك؟ حظهم قليل من الدنيا يا سيدي، كل حي بياخد نصيبه. ادعي لهم يا مولانا. ابنك حيرجع يا عبد الغفور. امتى امتى هيرجع يا شيخ حنفي؟ كله بأمر الله. حاله مش عاجبني. ارمي توكالك على الله وسيبه في حاله، وهو هيعرف طريقه. ربنا يسمع منك يا مولانا. لكن تفتكر اجيب مين مكان فهيم؟ الاقربون اولى بالمعروف. ربنا يجعله آخر الأحزان يا حاج. ابنك فين يا سيد؟ خضير راح الشغل يا حاج. الو. ايوه انا عبد الغفور. شوف لي خضير فين. خير يا حاج؟ هو الواد عمل حاجه؟ ايوه يا خضير، تعال انا عايزك. ما خبيش عليكو، ساعتها الفار لعب في عبي، قلت الواد عمل حاجه زعلت الحاج. ما جاش في بالي انه عايزه عشان يمسك الوكاله. مش قلت لك يا خضير الحاج هيحبك هيحبك. بس بقى انا مش عجباني الشغلانه دي، انا كنت مبسوط في المصنع. مصنع؟ مصنع ايه يا ابني؟ المصنع فيه عمال وموظفين ياما، هتبقى ايه بعد كده؟ مدير؟ ما انت مدير الوكاله، ما كان فهيم افندي الله يرحمه. ايوه، بس فهيم افندي الله يرحمه كان فاهم شغل الوكاله، لكن انا ما اعرفش اي حاجه عن شغل الخرده. بكره تفهم وتتعلم يا روح امك، بس انت خليك جنب الحاج، ساعتها هيديك سر وكل حاجه تبقى في ايدك. بس يعني لو حد من اصحابي سالني انت بتشتغل ايه اقول له شغال كاتب حسابات. احنا مالنا من اصحابك وانت تقول لاصحابك ليه؟ انت هتعمل نشره؟ احنا عايزين نشوف مصلحتنا. قال صحابه ايه يا ابني؟ يا حبيبي انا لما خدتك عشان تشتغل كان قصدي انك ترستق نفسك وتبقى جنبي معايا. وهو دلوقتي بقى لما نروح نخطب نوفا حبيبتي الحاج مش هيقول لا. ليه؟ لانه امنك على سره، وما دام امنك على سره هيامنك على بنته. بس انا بقول تطولي بالك يا توح، بلاش غش، ما تخشيش هجم كده. اطول بالي بقى لحد امتى؟ لحد الواد ما يترستق ويتودك في الشغل ويملى دماغ الحاج.